الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. الله. وجه الحياة به تلالا مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد، واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليه جذوة لا تخمد. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. ويش نجيب اللحفة وتنامون؟ ليش باردين؟ تونا باردين؟ لا ساعدوا وياي الله يعودكم. من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت له الأمم، فليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. الله شرفه قدما وفضله، جرى بذلك له في لوحه والقلم. الله. محمد. لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغدتنيه باللبن. وكان لي والد
وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. محمد ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني، عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر، كيف النار تكويني. الله كفاكم كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. مشتقة من رسول من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم، ينشق ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها القتم. عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، يا ربي صل على النبي بمولد الأقمار، فرحة مجيهم يا الله صل عليهم، فرحة مجيهم صل عليهم. عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، عباس والسجاد وحسين، عباس والسجاد وحسين أبو، يا ربي صل على النبي بمولد الأقمار، فرحة مجيهم صل عليهم، فرحة مجيهم صل عليهم. ليلة هنا وليلة علا لا إله إلا الله، ليلة هنا وليلة علا بنور النبوة مجللة، بتاج الإمام مكملة، صلوا على خير الملا. يا عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، عباس والسجاد وحسين، يا ربي صل على النبي بمولد الأقمار، فرحة مجيهم يا صل عليهم، فرحة مجيهم صل عليهم. هلا يا أبو فاضل هلا، هلا يا أبو فاضل هلا، ويا ألف مرحى ومسهلة في مولدك يا أبو الفضل، إن ولد نور البسملة، إن ولد نور البسملة. يا عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، عباس والسجاد وحسين، يا ربي صل على النبي بمولد الأقمار، فرحة مجيهم صل عليهم، فرحة مجيهم صل عليهم. يا علي أنت كوكبي، يا علي أنت كوكبي، ألف الصلاة على النبي الهاشمي العربي، آل نجاة ومركبي، آل نجاة ومركبي. يا عباس والسجاد وحسين أبو الأحرار، عباس والسجاد،
يا ربي صل على النبي بمولد الأقمار بفرحة مجيهم صل عليهم فرحة مجيهم صل عليهم صلوات. مكتوب اسمك علي فوق العرش زهور من تنو من أنوار طه النبي أنوار أبو الباقر. ركن الإمامة أصل كل جاحد وكافور. يوم الميازي نحسب احسبها البشر خاسر. ميزانك ها ميزانك وين اخوتي ها ارفع ايدك فوق سوي نفس العراقيين فوق ايدك ميزانك وين فوق بالعترة يثقل ميزانك بالعترة يثقل بالعترة يثقل بالعترة يثقل بالعترة يثقل. يا ساكن قليبي لعندك يا ساكن قليبي لعندك ريت تاخذني تفتح إلي الشباك هذه الليلة تسعدني. يا حسين جيت أقوم بهاي الساعة ضيفني أنواره أنواره أختي ها جاوبني ها. يا ساكن قلبي أنواره يا ساكن قلبي يا ساكن قلبي يا ساكن قلبي دوم علي دوم علي التراب يشكر يا ناس ساجد. تتعب من أعضائه أظن سبعة مساجد تتعب من أعضائه أظن سبعة مساجد. هذا اللي حقه هاللقب مو معروف ساجد. المشهورة ها ايدك فوق مشهورة اخوتها اخوتها جاوبها سجاد السجدة المشهورة سجاد السجدة سجاد السجدة سجاد السجدة أفضل الصلاة والسلام عليك محمد والي علي ابن أبي طالب حسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان كل بياض بيض الله والحاضرين واللي يقرأ لكم واللي يجاوب وما يجاوب قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام بقية الله الأعظم الحج بن الحسن المهدي أرواحنا له الفدا وإلى علمائنا الأعلام وإليكم أيها الحضور الكريم بذكرى ولادة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه.
ونسأل الله بحق هذه المناسبة العظيمة وبحق هذه الليلة العظيمة أن يمن علينا بنصره على من ظلمنا، وأن يعجل في فرج إمامنا، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. هذه الآية الكريمة تتكلم أو تبين الشر من الدواب وهم الصم البكم، ولم تتكلم عن نوع آخر من أنواع الشر كالحوادث الطبيعية التي تصيب العالم، وإنما جاءت الآية واختصت فئة معينة. فالعقلاء من الناس يستنتجوا أن هذه الآية تتكلم عن بني البشر، لأنها جاءت بمصطلحين، وهو المصطلح الأول الصم والثاني البكم، ثم وصفتهم بالذين لا يعقلون. زين، يجي رأي ثاني يقول ربما أنها تتكلم عن الحوادث الطبيعية كالبراكين والزلازل والفيضانات والريح المخيفة والأعاصير وغيرها، لأن هذه تعتبر أيضا من أنواع الشرور التي تصيب البشر. زين، لكن تأتي هذه السورة، هذه الآية في سورة الفلق، قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فيأتي السؤال من بعدها يطرح نفسه ويقول من هم شر خلق الله؟ شوف الرابط وين شلون، ويا الآية التي فتحت بها المجلس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، السؤال من هم شر خلق الله؟ اجي الآية والجاوب التي فتحت بها صدر المجلس إن شر الدواب عند الله الصم البكم، هؤلاء هم شر خلق الله. زين، إذا كان هؤلاء هم شر خلق الله، ما المقصود بالصم والبكم؟ هل هو مقصود به الحيوان المفترس؟ وإذا كان الحيوان المفترس يصح عند العقلاء أن يوصفوا الحيوان بالصم والبكم؟ ما يصير، الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا ناقص إذا وصف الحيوان بالصم والبكم وهو أساس فاقد هذه الأشياء، وفاقد الشيء لا يعطي. زين، إذا ما المقصود بالصم والبكم؟ جاء علماء التفسير وعلى رأسهم صاحب الميزان قالوا أن الصم والبكم هذه إشارة إلى بني البشر، أي أن الإنسان هو الذي تتكلم عنه هذه الآية. ليش؟ لأن بطبيعة الحال مفروغ منه الحيوان، ما يمكن أن يمتلك هاتين الصفتين. زين، الذي يمتلك هذه هاتين الصفتين هو الإنسان، حينما يصم نفسه، يصم نفسه عن الكلام، أي عن قول الحق والنهي عن الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبكم الذي يرى الصحيح صحيحا ولا يتكلم عنه. زين، والدليل على أن هذه الآيات تشير إلى الإنسان قوله تعالى الذين لا يعقلون، الحيوان مفروغ منه ما يمتلك عقل. يقول علماء المناطق أن الحيوان له، الله عز وجل أوجد فيه شهوة من دون عقل، صحيح لو لا؟ وأما الإنسان يقول علماء المناطق أوجد الله عز وجل فيه شهوة مع عقل، لهذا حساب الإنسان مختلف عن غيره، شهوة مع عقل. فالمشار في هذه الآية الله عز وجل يشير إلى الإنسان. بعد حينما تقول الآية الذين لا يعقلون، هنالك فئة معينة من بني البشر مستثنون من هذه الآية، من هم؟ الذين لا يمتلكون عقولا، فهؤلاء معفيين، ما عنده عقل، معفي غير محاسب لا على أقواله ولا على أفعاله. من الذي محاسب؟ المحاسب هو الذي يمتلك العقل المتعارف به بين أوساط الناس،
وكيف يكون هذا الإنسان الذي يمتلك العقل شر خلق الله سبحانه وتعالى؟ يكون هذا الإنسان شر خلق الله حينما يتبع هذه الشهوة، حينما يتبع هذه الملدة، حينما لا يحكم عقله فيما يرضي الله ويرضي النبي محمد صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. في هذه الحالة يعتبر هذا الإنسان شر خلق الله. يعني تبت تستنتج من كلامي أن عموم البشر الذين هم يدبون على وجه هذه الأرض، أي المخالفين لمحمد وآل محمد، يعني نستنتج أن هؤلاء المخالفين لما جاء به النبي، ما جاء به القرآن، سنة النبي، أئمة أهل البيت، هم شر خلق الله. صحيح، تقول الروايات هؤلاء هم شر خلق الله، أي المخالفين لما جاء به النبي وما جاءت به الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم. زوين مكانهم، وين يروحون؟ يتبوأوا مقاعدهم في تلك النار، بل بعض الروايات تقول في قعر جهنم. القعر تعرف يعني وش؟ يعني الأساس، المكان اللي تطلع منه النار. هؤلاء ليش؟ لأنهم رأوا الحق حقا فتجاهلوا. يعني يجيك واحد يقول لك تعال فلان لا تروح هالمكان مو زين، جاي ينصحك يعني يعظك ترى هالمكان مو زين، وانت خالفته ورحت ذاك المكان، زين من الخاسر في النهاية؟ من الخاسر اللي نصح، لو المنصوح، المنصوح هو الذي خسر فذهب إلى ذلك المكان. حتى المخالفين رأوا الحق حقا فخالفوا ما جاء به النبي وأئمة أهل البيت. زين، فعليه بعد، متى يعرف الإنسان أنه خسر الدنيا والآخرة؟ متى يعرف هذا الإنسان أنه خسر الدنيا خسر الآخرة؟ يعرف هذا الإنسان خسرانه لهذه الدنيا والآخرة حينما يرى أن عقله هو الذي يقيده، أو عفوا حينما يرى نفسه وشهوته هي التي تقيد عقله، هي تقودة تودي. فهذا الإنسان خسر الدنيا. لو رجعنا قليلا إلى الوراء ورأينا ما وضعه الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم، ووضعه الإمام زين العابدين صاحب هذه الليلة، لعرفنا أن الذين خالفوا أهل البيت سلام الله تعالى عليهم هم الذين خسروا الدنيا وخسروا الآخرة. بدلالة، شوف الإمام زين العابدين يسأل ذات يوم كيف أصبحت يا ابن رسول الله، خليك وياي ملتفت، يسألون يا ابن رسول الله كيف أصبحت؟ قال لهم أصبحت مطلوبا. مطلوبا بماذا؟ شوف هذا إمام، ابن رسول الله، مفترض الطاعة، مكان الجنة. اسمعوا شو يقول، كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا. مطلوبا بماذا؟ قال الله يطلبني بالفرائض. يعني هذا الإمام يتكلم يقول الله يطلبني بالفرائض. أنت كإنسان عادي إيش حاسب نفسك أمام الله سبحانه؟ إيش حاسب نفسك أمام الأئمة المعصومين سلام الله عليهم؟ إذا إمام يقول الله يطلبني بالفرائض، بعد والنبي يطلبني بالسنة، والشيطان يطلبني باتباعه. هم بعد الشيطان له نصيب عليك، أنت موجود في هذه الدنيا فقط للعبادة؟ لا، إليه الشيطان دور، والشيطان يطلبني باتباعه. بعد والنفس تطلبني بالشهوة، والنفس تطلبني بالشهوة. وكلامنا سوف يكون مختصرا حول النفس. النفس كما يقول العلماء هي التي تقود الإنسان لاتباع شهوته واتباع الملذة أينما كانت وفي من كانت. سامعين قضايا كثيرة، ماذا تفعل هذه الشهوة بالإنسان حينما تسيطر الشهوة على العقل؟ كلامنا في بداية المجلس عن العقل وعن المسار الذي يسير عليه هذا العقل. إذا سيطرت الشهوة على عقل الإنسان يخسر الإنسان. والكلام اليوم البعض من الناس من دون وصف أو تعيين، البعض من الناس الذين يتمكنوا من ضبط هذه الشهوة تكون درجتهم في مصاف درجة الأنبياء والأئمة.
شفت مقام هذا الإنسان العادي. اليوم أنا كشاب يعني يبقى لي أروض هذه النفس حتى تتروض في عدم اتباع الشهوة، ما أخلي الشهوة هي التي تقودني، لا. فيصل هذا الإنسان الذي يربي هذه النفس ويهذب هذه الشهوة في مصاف الأنبياء والأئمة. بعد وماذا مطلوب يا ابن رسول الله؟ قال والعيال يطلبوني بالقود والحافظين، أي رقيب وعتيد. ماذا يريدون؟ يطلبون مني العمل الصالح، والقابر يطلب الجسد، وملك الموت يطلب الروح، فأنا بين هذه الخصال، فأنا بين هذه الخصال. كل يوم الله سبحانه وتعالى يطلب مني هذه الأمور، صحيح لو لا؟ التفتي ياي، الله سبحانه وتعالى يطلب منك هذه الأمور في كل يوم، الفرائض، السنة، العيال يطلبون القوت، النفس تطلب الشهوة، الشيطان اتباع، القبر ينادي على صاحبه في كل يوم. الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه يلتفت إلى ابن الباقر يقول له: بني إياك ومصاحبة خمسة، إياك ومصاحبة خمسة. خذ فائدة هذا المجلس بهذه الرواية: إياك ومصاحبة خمسة ومجالستهم ومعاشرتهم. من هم؟ قال: الكذاب، فإنه مثل السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، هذا الكذاب. وإياك ومصاحبة الفاسق. ليش يا ابن رسول الله؟ فإنه يبيعك بلقمة أو بأقل منها. بعد وإياك ومصاحبة الأحمق، أي الأحمق يجيب ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في ثلاث مواضع في القرآن، ملعون في ثلاث مواضع في القرآن. قضية من القضايا، يعني ما جبت شي قضايا على المنبر، بس هذه قدامي صارت عشان حتى تعرف شلون بدأت هذه الظاهرة تتفشى في مجتمعنا. يوم من الأيام أنا قاعد في بيت وكانت تدخل مرة علينا، أول واحد قام ببطل باب ما أدري بيستقبله، حضنته وحببته، تغيرت ألوانه، يصبصب عرق. من انتين؟ قال ليت لي أني خالت. قال لي: أي خالة؟ أنا عمري 19 سنة ونداري عندي خالة. من طلعتين؟ شفت أي خالة؟ قالت فلانة. قل أوه، أي دائما أنا أسمع أمي تجيب اسمش. شفت، هي قضايا متفشية في مجتمعاتنا. والقاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في ثلاث مواضع في القرآن. والكثير الكثير مما أعطانا إياه وسلمه إلينا الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، تحف غنية. وأعظم هذه الأمور هي رسالة الحقوق، سامعين عنها؟ فالصحيفة السجادية موجودة، رسالة الحقوق. هذه رسالة الحقوق وضع الإمام زين العابدين لكل أمر وجارحة وعضو حق عليك. يعني أبوك عليه حق، إليه حق، عليك، أمك، جارك، أعضائك الجسدية، إيدك، عيونك، بوزك، خشم، لهم حقوق عليك. لكن تسأل اليوم الكثير الكثير من أولادنا من شبابنا: إيش تعرفون عن رسالة الحقوق؟ ما سمعنا عنها، ليكون هذه مادة في الكلية يعطونا إياها؟ رسالة الحقوق، المناجات 15 لإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، في كل أمر، في كل معضلة، في كل حاجة ترى بابا من أبواب الدعاء والمناجات في الصحيفة السجادة. يمكن نعرف مفاتيح الجنان، نعرف ضياء الصالحين، القرآن الكريم، بعد هم ملزومين نعرفه، لكن الكثير الكثير من الناس الكثير لا يعرفون شيء عن هذه الرسالة أو هذه الصحيفة. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ومحبتهم والبراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما ورد سبي الفرس إلى المدينة رغبت جماعة من قريش في أن يتزوجوا بنات الملوك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هن لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن. يا مستمعين النظام صلوا على البدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأشارت جماعة إلى شهربان ابنة كسرى وهي ذات حسن وجمال، قال لها أمير المؤمنين: ما اسمك؟ فقالت: شاهزنان. ثم التفت إلى الإمام الحسين عليه السلام: ابن النبي محمد. قال له: احفظها واحسن إليها، فستلد إليك خير أهل الأرض في زمانه من بعدك. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. صل على محمد وآل محمد. فتزوجها الإمام الحسين عليه السلام، فلم تنقض الأيام والليالي حتى حملت بالإمام علي السجاد. فلما حضرتها الولادة واكتملت العدة التي أرادها الله لها، وكانت تجد خفة في بدنها واتساعا، ولم تجد ألما ولا وجعا بينما هي جالسة، إذ أضاء البيت نورا وقد امتلأ من روائح الطيب. يا مستمعين النظام استعدوا للقيام. تقول: فبينما أنا كذلك، إذ سهل الله علي ولادتي بوليدي هذا، فوضعت به طاهرا مطهرا أفضل. صلوات حسن والإحسان زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان كل بياض بيض الله ميلادك يا ابو الباقر تحية ميلادك يا ابو الباقر تحية من رب البارية من رب عودة عودة ميلادك يا ابو الباقر هلا هلا ميلادك يا ابو من رب الب هلا هلا من رب الله يعودك ميلادك يا ابو الباقر اي ما تم مليان ميلادك يا ابو
وصلها للبقيع هناك من رب الباري. وصل صوتك من رب ال نورت أرض المدينة فوق الأنوار اللي فيها بيت آل البيت شعب نور رابع صار إليها نور أبو الباقر رفرف طير أفراح عليها فرحانة ها إيدك فوق لا تبرد فوق وصلها للإمام هناك سمعة هالليلة الزهرة فرحانة هالليلة فوق فوق هالليلة لا تستحي هالليلة الزهرة هالليلة الزهرة والنبي راعي السكينة بسمة باسمة أرض المدينة هلت الفرحة علينا نور يخجل الشمس المضية من رب الباري ميلادك يا أبو الباقر عودة عودة ميلادك يا أبو هلا هلا من رب البا الله يعودك من رب ال يا حمام الروض غني أحلى أناشيد ليهم وانشر كتاب الفضائل وانشد الأشعار فيهم صوب واديهم خذوني الشوق سلم لي عليهم حالاته ها أختها جاوبني ها والشوق يتعذب حالاته والشوق يتعذب فوق يدك والشوق يتعذب والشوق يتعذب والشوق يتعذب ربي أول ما خلقني بالهوى الغالي عجني طينتي منهم أخذني فرحان المحب بهاي العشية فرحان لولا فرحان المحب بهاي العشية من رب الباري ميلادك يا بول لعليد اليمين ميلادك يا بول جاوب يا ملا هلا هلا من رب الباري الله يعودك من رب ليلة الميلاد خجلانة للنجوم تشوف نوره ايه جر هالجرة يوسف بحسنه وجماله عن علي السجاد صورة صدق يوسف حسنه آية لكن السجاد سورة وآياته ها وآياته أختها ترى سهلة احفظها وياي أختها هذا القرآن آياته هذا القرآن إيدك فوق هذا القرآن إيدك فوق هذا القرآن وهذا القرآن عترة الهادي محمد ليهم الله بذكرى أيد شوفه في قرآن يشهد آياته إلى المنصف جلية من رب الباري ميلادك يا أبو الباقر ميلادك يا أبو الباقر تحي من رب البرية من رب ال أعود أعود من رب ال اسمع اسمع هذا شبل حسين حامل راية الطف المجيدة ناصر الدين بلسانه وموقفه أحيا العقيدة
مو غريبة هذا حيدر علمه ورباه بيده يا حيدر يا حيدر أختي ها تسلم كفينك يا حيدر تسلم وتسلم كفينك وتسلم شفينك تسلم شفينك منطقة على منطقة علمه وكماله والأبو أعطى خصاله وانظر أخلاقه وجماله نسخة ثانية عن أمه وأبوه من رب البرية ميلادك يا أبو الباقر ميلادك ميلادك هلا هلا من رب البرية عودة من رب ارفع ايدك اذا عندك حاجة ارفع ايدك فوق يا الهي بجاه زين العابدين اسمع ندانا وين اللي عندي حاجة وارفع الراية الينا واستجب لنا دعانا وانصر الاسلام واهزم كل عدو يطلب اذانا ملعونة ملعونة أخوتي ها ونسف أمريكا الملعونة ونسف أمري إيدك فوق ونسف أمريكا ونسف أمريكا ونسف أمريكا شمس أبو صالح قريبة ينشر الراية المهيبة هذا للعالم طبيبة نسمع صيحة في العالم قوية من رب الباري ميلادك يا أبو الباقر اي سمع سمع ميلادك سمع النواصب من رب من رب يا إلهي يا إلهي بجاه أبو الباقر ترفع لوانا وانصر الإسلام واحفظ كل مراجعنا وحمانا والإمام الخامنائي رافع الراية بسمانة والإمام السيستاني بالنجف يقهر عذانا مقهورة مقهورة وامريكا منهم مقهورة وامريكا وامريكا منهم وامريكا منهم راية الشيعة الأبية ترتفع بالمرجعية الله يحفظهم إلينا بالرسالة المهداوية ما خاب ما خاب اللي والاهم سوية من رب الب ميلادك يا بول عودة عودة ميلادك يا أبو الباقر هلا هلا من رب الب سمعني صوتك من رب صلوات صلوات على محمد وعلي اي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي
موالي ما ترفع صوتك لا لا تستحي والزهرة البتولة هي ملاذي وأملي اي صلوات صلوات على محمد وعلي بسم الحسن مع حسين ريحانة الهادي النبي والسجاد والباقر والصادق أصل مذهبي والكاظم ثم الرضا وبالجواد والنقي اي صلوات صلوات على محمد وعلي والحسن العسكري والقائم المؤملي بذكرهم جميعا ثقل البلاء ينجلي إلهي وربي بهم تقبل عملي صلوات صلوات على محمد وعلي على الحب والإخلاص صوتك بيهم يعتلي اي نبينا محمد صلوا عليه وعلى علي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي أفضل الصلاة والسلام عليه الحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان.